مشاركتنا كشركة صناعات الخريف اللي هي أحدى شركات مجموعة الخريف في منظومات الري المحوري والمنظومات التسميد أيضا الموصولة بالري المحوري. الهدف منها نسهم بشكل ما بشكل أو بآخر بالزراعة المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق تقنيات ري حديثة تسهم في توفير الطاقة والمياه وبالتالي زيادة الإنتاجية. احنا موجودين النهاردة في الملتقى بتاع الأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة عشان نعرف بالمنتجات بتاعة الري. طبعا شركة الوسائل ليها تاريخ كبير أكتر من 40 سنة في منتجات الري، أنظمة الري الحقلي، الري اللاندسكيب. الحمد لله عندنا منتجات من أول الخطوط الرئيسية الخطوط الفرعية لحد الموزعات سواء رشاشات أو نقطات بجودة عالية جداً، سعر منافس جدا يخدم المزارع ويخدم المشاريع الكبرى في اللاندسكيب وما إلى ذلك. سعدنا بأنه إحنا نشارك في معرض استدامة مميز جدا للقاء الخبراء والاشخاص المميزين في حدث الثوره ومجال موضوع الري بالتنقيط والتحول الزراعي المنشود في المملكه العربيه السعوديه والطلب العالي لاحدث نظم الري بالتنقيط لمواكبه عدد الاشجار الكبير اللي سيكون ان شاء الله باذن الله في مشاريع اللاندسكيب وكذلك مشاريع الغطاء النباتي والزراعه الحديثه.